معايا عبر الهاتف الآن خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشة. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. أخبارك إيه؟ كله بخير؟ الحمد لله والله. شفتها مباراة هادئة النهاردة ولا مباراة ما كانتش هادئة تحكيميا؟ لا التحكيم ماشي بصورة جيدة النهاردة في المباراة، ممكن نختلف في قرار ولا حاجة بس في الآخر التحكيم خرج بصورة جيدة وفي هدوء النهاردة تحكيميا، مش زعلانين النهاردة. مش زعلانين النهارده، صح كده. تعال طب تعالى نبدا مباشره بالحالات. في الدقيقه 41 كان الاسماعيلي ده اول مطالبه بضربه جزاء، كان الاسماعيلي طلب ضربه جزاء. اهي الكوره معانا على الشاشه الان. تمام، هو اللي اتشطت الكوره في ايد محمد هاني، ايد محمد هاني الشمال موجوده في وضع طبيعي جدا، مش مكبره الجسم، موجوده جوه الجسم، وبالتالي لمسة دي موجودة لكن الإيد موجودة جوه الجسم مش مكبرة الجسم. يمكن محمود زاوية الرؤية كانت واضحة وشايف مكانه، أي نعم مش قريب قوي بس هو شايف ومقدر ومراجع صحيح حكم الفار، مفيش فيها حركة جزاء، الإيد جوه الجسم مش مكبرة الجسم وبالتالي لا يعاقب عليها اللاعب ويستمر اللعب، كان قرار صحيح واحتساب ركلة ركنية وده قرار صحيح. ممتاز جدا، ناخد اللي بعدها. خلاص احنا بقينا فاهمين برضو، احنا اول ما نشوف الكوره دي طبعا. لا اقصد اقول يعني انه حفظتونا خلاص يا كابتن جهاد، يعني ادام مش مكبره الجسم تبقى مش ضربه جزاء. لا مش ضربه جزاء. طيب الكوره دي لطاهر محمد طاهر، تدخل مع لاعب الاسماعيلي. الدخول بالمنظر ده اللي هو انا مش سايبك في كل حاجه. الدافع على القدم بالمنظر ده طبعا ركله حره مباشره وانذار، ده قانون ما عادش فيه هزار، الدافع على القدم ده باي حد من احوال الرجل على الارض وتدوس عليها دي بالمنظر ده ركله حره مباشره وانذار. والكره عشان هي على الارض فما تستحقش طرد، مظبوط؟ لا لا مش طرد، هي الرجل ما دامت الرجل على الارض والدافع على القدم بالمنظر ده ده انذار، ما لا يستحق كارت احمر. ده انذار عادي. بالظبط تهور. طيب عظيم جدا. نشوف اللي بعدها على طول يا شباب، يلا. دي مطالبة بيرستاو بضربة جزاء. اهي هل يستحق ضربة جزاء؟ دي كانت لقطة مطالبة بيرستاو بركلة جزاء، بركلة جزاء. هو محمود جه موجود في مكان ممتاز، التكنيك اللي حصل ده لا يرقى لاحتساب ركلة جزاء وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح وكانت مراجعة صحيحة من حاجة من الفار واستمرار اللعب قرار صحيح. المكان يعني ممكن تشرحها لي شويه كابتن ممكن معلش يا كابتن جهاد افهمها اكتر. الكره دي ان هي لا ترتقي لضربه جزاء، هو هنا لاعب الاسماعيلي اعاقه او عطله، تنفع تبقى ضربه جزاء ولا لا؟ او لو الكره دي بره هتبقى فاول ولا لا؟ طبيعي جدا في كره القدم، مش ما فيش، هو ما منعوش من التحرك، ما فيش عرقله، ما فيش ماسك، ما فيش خط اسمه، وهو ما اتحركش، ما فيش حركه اضافيه، يعني هو الراجل حط رجله في الارض وقف مكانه. طبيعي جدا. عظيم. طيب نشوف الكوره اللي بعدها. دي كوره احتماليه برضو، كان في احتماليه لركله جزاء للنادي الاسماعيلي ومطالبات بضربه جزاء. هو بيشاور حتى للكابتن محمود البنا. تمام، دي يمكن اللعبه الاختلافي مع محمود فيها في المباراه، واختلافي فيها في المباراه. ليه يا كريم؟ لان انت بتتكلم على الايد الممتده، ليه طبعا متمركز محمود استحاله يشوف الايد الممتده بالمنظر ده. هو محمود من مكانه يشوف الكتف في الكتف، ما يشوفش الايد الممتده بالمنظر ده. فالمنظر ده كان عمرو الشناوي كان جاب في ماتش المصري وفاركو بلعبه شبه. فوريها له وحمد ما اقتنعش بيها، طبعا كانت ركله جزاء لفاركو صحيحه لما تم احتسابها. كنت اتمنى النهارده عمرو الشناوي برضه يستدعي محمود البنا في اللقطه دي يشوفها، محمود ما كانش ياخد 3 ثواني، انا عارف انها اوبن ذا مايند يعني، فكان هيبص فيها وهيحسبها بمنتهى السهوله. وفي الاخر انا عايز اقول لك يعني خطا في المباراه ركله جزاء في الاسماعيلي اللي كان غير مؤثر تماما في نتيجه المباراه. محمود على فكره مكانه استحاله، يعني اي حكم في مكان محمود استحاله يشوف الدفع بالمنظر ده. تمام، يمكن عنده صوره كمان من ورا الجون، لو هيكمل في صوره من ورا الجون كمان توضح اكتر من دي. ايوه الصوره اللي دي. الصوره دي لو غلطت من الحكم بالمنظر ده الموضوع مش هياخد من الحكم 3 ثواني، والصوره دي كده صحيحه للاسماعيلي، الايد باينه خالص وبالتالي محمود من مكانه استحاله يشوف الدفع ده. عظيم عظيم جدا. طيب
نشوف كمان اللقطه اللي بعدها، وده الانذار اللي خده عبد الرحمن مجدي بعد ما راح خبط الكره في جامع الكرات بره. كابتن محمود البنا جري عليه واداله انذار. اللقطه دي لازم احيي فيها الحكم الرابع. الحكم الرابع هو اللي اتدخل وادى لمحمود المعلومه. طبعا سلوك غير رياضي من عبد الرحمن مجدي في احد صوره الملاعب وغير مقبول. طبعا لو كان في عنف اكتر من كده كان ممكن نشوف كارت احمر مش كارت اصفر بس. لكن هو شافها بسيطه يعني مش اللي هو الشغل شافها بسيطه. لو في اكتر من كده عنف كان ممكن تلاقي محمود عشر كارت احمر. لكن اللقطه بالنسبه لنا هو سلوك غير رياضي وانذار مستحق. عظيم جدا. يعني في المجمل الامور عدت على خير النهارده. لا لا تحكيم النهارده بص احنا لما نلاقي حاجه كويسه او حاجه ايجابيه بنتكلم عليها بصوره ايجابيه. النهارده طبعا التحكيم عمله مباراه تحكيميه مميزه. ماتش الاهلي ماتش كبير الاهلي والاسماعيلي طبعا صعب لما يبقى في خطا موجود ومش مؤثر احنا ما عندناش مشكله خالص مع التحكيم النهارده. كابتن جهاد مش غريبه شويه ان الكابتن محمود البنا يدير اول مباراه في الدوري النهارده بس؟ يعني بعد الاسبوع الثالث كابتن جهاد او كابتن محمود البنا هو واحد من الحكام المميزين جدا الموسم الماضي ودار مباراتين للاهلي والزمالك، اول مباراه تبقى المباراه النهارده؟ والله بص الاختيارات انا بحترم اللجنه، اختارت اللجنه واللي موجوده، لكن انا بحس دايما انا الناس المميزه عندي بنزلهم في اول اسبوع. كان ممكن يلعب برضه نفس الماتش النهارده الاسبوع الثالث، كان ممكن يبقى ماتش ثاني بالنسبه له زي ما معروف لعب ماتشين. كان ممكن النهارده محمود البنا يلعب برضه الاهلي والاسماعيلي بس ده يبقى ماتش ثاني بالنسبه له لان محتاج الخبرات الكبيره اللي موجوده عندي زي ما كل كده بقول لك الحصان الرابح بالنسبه لي الحكم اللي ينجحني انزله في الاول وبالاخر برضه هستفيد منه. كان هو جهاز للمباراه النهارده اكتر بجاهزيه بس هو النهارده عمل مباراه كويسه بس كان النهارده بالنسبه له الماتش الثاني افضل ما يكون الماتش الاول النهارده. بالتاكيد كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات كالعاده.